السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى لقائنا الإيماني المتجدد في هذه الجمعة المباركة وساعة صباح، والتي نخصصها للحديث حول دروس الأمة الإسلامية في واقعها الحالي من غزوة أحد، والتي تحل ذكراها في السابع من شهر شوال الجاري. يمكنكم بالطبع مشاهدين المشاركة معنا في حلقة اليوم من ساعة صباح بالرأي والسؤال من خلال التعليق على صفحتي الجزيرة المباشرة على فيسبوك وتويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بلاغة قرآنية جميلة توجز حكاية غزوة أحد وتبرز أسباب تحول النصر إلى هزيمة إن كانت هزيمة، وكيف يأتي بعد الابتلاء عفو، ولماذا يكون في الخسارة فضل الله على عباده المؤمنين. ورغم فصاحة التجربة وبلاغة القرآن في بيان أبعادها، إلا أن واقعنا المتغير يحتاج الوقوف المستمر على دروس وعبر غزوة أحد لنتعلم منها كيف نعالج أسئلتنا الحالية التي لم تتوقف عند قولنا أن هذا، ولم تستوعب بعد دلالات الإجابة القرآنية قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. للوقوف على دروسنا من غزوة أحد نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور نشأت أحمد الداعية الإسلامي، أهلا بفضيلتكم. أهلا بك. قلنا في المقدمة فكرة التحول من نصر إلى هزيمة، إن كانت أحد هزيمة، هل أحد تعتبر غزوة هزم فيها المسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالهزيمة هي التي تنتهي بانتهاء الجيش وانفكاكه، بل تنتهي بهزيمته الحقيقية، الهزيمة الإيمانية النفسية التي لا تقوم له بعدها قائمة. لكن ما وقع في غزوة أحد كانت جولات ثلاثة وليست جولتين. ثلاث جولات. الناس نظروا على أن الحرب أو الموقع كانت جولتين فقط، وهذا نعم. نظر خاطئ. الجولة الأولى انتصر فيها المسلمون بالنزاع، والجولة الثانية انهزم فيها المسلمون. الجولة الأولى قتل فيها من المشركين عدد، وعلى رأسهم حملة اللواء 12 قائد أبيدوا قتلوا. ما أهمية القضاء على حملة اللواء؟ أهميته أن هذا هو رمز المعركة، وإذا سقط الرمز مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى 12 مرة، هذا بلا نزاع يفت في عضد الجيش. ولذلك بعد سقوط هذه الراية وسقوط هذا العدد الكبير، ولا المشركون هاربون، حتى جاءت امرأة ترفع الراية التي سقطت على الأرض وتجمع الناس حولها من جديد. وهذا يدلك على ذهاب قوة الرجال. هذه واحدة. الجولة الأولى بلا نزاع انتصر فيها المسلمون. نعم. الجولة الثانية لما عصى من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة، ليس كل الرماة عصى لكن بعضهم عصى، وحدث ما حدث من مفاجأة رب العباد رتبها وقدرها، وهي درس حقيقة عملي مهم جدا 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 لتربية المسلمين ولصناعة الرجال. ثمرت هذه الجولة الثانية أن المسلمون انفك بعضهم وظهر نفاق بعضهم، لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات من معه أعاد الثبات من جديد للجيش. ولما انتهت الجولة المشركون ظنوا أن هذا هو النصر وفروا هاربين، هم الذين فروا، لم يفر المسلمون، المسلمون بقوا في أرض معركة، الذين فروا هم المشركون، وقالوا يوم بيوم بدر ولنفر قبل أن يعيد المسلمين الكرة علينا فيضيع النصر عليهم. الفر لا يقال عنه منتصر، هذه واحدة. الثانية، الثابت في أرض المعركة لا يقال عنه منهزم، بل الأشد. النبي أعاد الكرة صلى الله عليه وسلم
فقال لأصحابه لما هموا برجع مدينة قال علهم يفكروا في العودة الإجازة علينا الكفار المشركين فلنلاحقهم قبل أن يصلوا إلينا. وبالفعل هم فكروا في هذا الأمر. أيوة وبالفعل النبي تحرك بجيشه ليلاحق جيش المشركين. وهذه الجولة الثالثة التي أهملها البعض أنها جزء من معركة أحد، اعتبروها غزوة منفصلة يسموها حمر الأسد. نعم، هي ليست غزوة منفصلة، هي الجولة الثالثة في غزوة أحد. لذلك أمر ألا يخرج معهم إلا من خرج في أحد. إلا من حضر أحد. نعم. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بركبه ليلاحق جيش قريش، نفس الجيش ونفس الجيش، ما تغير شيء. خرج يلاحقهم ويطاردهم حتى وصل إلى حمراء الأسد رغم ما في الجيش من جراحات ومن قتلة. نعم. يعني قتل 70 وأصيب عدد ليس بالقليل، ومع ذلك النبي خرج بهذا الجيش المكلوم ورغم قلة عدده أمام جيش المشركين، لأن من بقي مع النبي يقاتل بعد أصحاب المنافقين كانوا 700 فقط، 700 في مواجهة 3000، 3000 يفروا هاربين من 700، والنبي يطاردهم حتى يبلغ حمراء الأسد وهم يفرون، بل لم يتوقف عن الفرار، أرسلوا عيونهم مع أول راحة لركبهم أو لجيشهم وقالوا نعيد الكر في الإجازة على المسلمين. اللحظات التي فكروا فيها في عادة الكرة جاءتهم عيونهم أن محمد يلحقهم صلى الله عليه وسلم، فجاءوا ببعض أهل البادية دفعوا إليهم أموالا ليردوا النبي عنهم وجاء هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حمر الأسد وهم يقولون إن قريش قد تجمع عليها فوق الجيش اللي هو 3000 أصلا، القتلى منه 70 يعني عدد محدود، قد جمعوا لكم الجموع وجاءتهم وجاءهم المدد من كل وقت وهم سيعيدوا الكرة الإجازة عليكم. النبي والصحابة يبلغهم هذا الخبر ويبلغهم هذا التخويف وهم في حمر الأسد، وفيهم نزلت الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قوله لم يمسسهم سوء دلت على أن الجولة الثالثة يقينا انتصر فيها المسلمون، وأن قريش هي التي ولت هاربة فارة بما ظنت أنه ظفر، لكنهم لما رجعوا أنفسهم قالوا محمد يوم بدر قتل 70 وأسر 70 وأخذ منا غنائم، ونحن قتلنا 70 وفررنا ما أسرنا واحد ولا غنمنا سيفا. طيب. ننوه مشاهدينا الكرام إلى أننا نتلقى مشاركتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر، ومعنا على الهاتف الأستاذ بندر من السعودية. تفضل أستاذ بندر. السلام عليكم فضيلة الدكتور على مستضيفك والمحايدين. عليكم السلام. فضيلة الدكتور، يعني نجد أنه في غزوة أحد بالذات من أجل أنه يعني الصحابة أو جزء من الصحابة عصوا أو لم يمتثلوا لأمر الرسول، حصل ما حصل من قتلى في صحابة رسول الله. فكيف نجد الآن دول تعصي الله ورسوله في تطبيق الشرع الله والحكم بشرع الله؟ كيف يعني يكون هناك يعني المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء مع أنه شتان؟ وكيف نمكن نوضح لهم الالتزام بشرع الله ورسوله هو الطريق الصحيح؟ وشكرا لك. شكرا لك أستاذ بندر من السعودية، شكرا جزيلا لك. ربما أستاذ بندر سبقنا خطوة فكرة إسقاط غزوة أحد على ما يحدث الآن، سأتحدث عنه بالتفصيل، لكن عودة إلى غزوة أحد ولم يمسسهم سوء. في هذه الآية دليل على أن الجولة الثالثة هي يقينا للمسلمين والنصر كان فيها للمسلمين، وقريش هي التي فرت هاربة، الجيش الفار المنهزم الهارب لا يقال عنه منتصر، الذي يضرب إنسان بكف ويجري يقال عنه منتصر؟ أبدا، هم ضربوا ضربة ووفقوا فيها بتقدير الله عز وجل نظرا للمعصية التي وقعت من الصحابة وكل ما فيها المسلمون، لكن رغم هذا الكل من هزموا ولا سقطوا ولا ضعفوا ولا خاروا، بل قاموا وتحركوا وأعادوا الكرة مرة ثانية رغم الجرحات. وإحنا بنشوف الكلام ده يعني حتى في الرياضة العادية،
لما يحصل مصارعة وأحد المتصارعين يضرب ضربة شديدة جدا ويسقط على الأرض ويكاد يعني ينتهي، ثم يقوم فيعيد الكرة وينتصر على من ضربه، لا يقال عنه مهزوم في النهاية. العبرة بالنهاية، النهاية انتصر فيها المسلمون يقينا، لكن اعتاد الناس أن يتحدثوا أن هزيمة أحد هزيمة أحد هزيمة أحد، الحقيقة هذا توصيف غير حقيقي. لكن فضيلة الدكتور، هناك من يرى أن فكرة مواجهة الأمر الواقع أن المسلمين انهزموا في أحد هي لتعلم دروس مستفادة من هذه الهزيمة. انهزموا في جولة، لكن من هزموا في المعركة؟ وهزيمة الجولة هزيمة عامة، لكن هذه هزيمة الجولة هزيمة فادحة، خسارة 70 من الصحابة على رسول سيدنا حمزة، بلا نزاع هزيمة فادحة، ووقعت فيها دروس، ورب العباد حكاها بالتفصيل. ولو لم يقع هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لاستحل الناس معصية الله ورسوله. كيف يأتي النصر مع المعصية؟ كيف يأتي النصر مع المعصية؟ رب العباد جعل النصر أسبابا، ومن أعظم أسبابه طاعة الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. وإن هنا شرطية، والحقيقة شرطية تفيد الندرة، فيه أدوات شرط أخرى. إذا لماذا لم يقل: يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم؟ لو قال إذا لحملنا ما لا نطيق، أستغفر الله. لو قال إذا تنصروا الله ينصركم لكان المطلوب منا حتى يتحقق لنا النصر هو لو مرة أن يطول نصرنا لدينه، إذا تفيد الكسر، لكن الرب من ألطافه ذكر هنا إن، وإن تفيد الندر، بمعنى وهذه أعظم بشرى الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، يعني لو ندر، لو ندر ولو مرة واحدة نصرتم دين الله لجاءكم نصر، لو صدقنا في النصر لمرة لجاء النصر، وهذا وعد الله لنا. طيب موضوع النصر إن تنصروا الله محتاج إلى 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 إيضاح، كيف ننصر الله؟ لكن بعد هذا الاتصال معنا الأستاذ سلطان من السعودية. تفضل أستاذ سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طبعا مداخلتي في الموضوع أنه نتخذ العبرات من تاريخنا الإسلامي، ولكن نضيف إليه التقنية والتكنولوجيا التي لا تتعارض مع الإسلام. بمعنى آخر أنه لا مانع أن نقتحم عالم التكنولوجيا والعلم، لأن الله سبحانه وتعالى دائما ما يحفزنا ويوجهنا إلى أخذ العلوم، ولأن هذا العلم هو الذي سيحفزنا إلى النصر. ولكن الآن العالم المتطور يستغل هذه الثغرة في العالم العربي والإسلامي ويسيطر على ثرواته وعلى حتى أفكاره، ولكن لكي نحاول أن نواجه هذا الفكر بفكر متطور أكثر، من ناحية أننا نفتخر بأننا مسلمين، وأيضا نكون علماء في المستقبل القريب. وأشكر لكم التحديث. شكرا لك أستاذ سلطان، شكرا جزيلا. نقطة هامة أستاذ سلطان يتحدث عنها ربما تسير في هذا السياق: إن تنصروا الله ينصركم، يعني فكرة ننصر الله، كيف ننصر الله؟ رب العباد صرح بها وأعطى تفصيلات فيها. قال تعالى: وأعدوا لهم مست استطعتم من قوة. قوة العلم قوة من قوة، قوة السلاح قوة، قوة التدريب قوة، قوة الإيمان قوة، قوة الصبر قوة، كل ذي قوة. في قوة تتعلق بالإنسان نفسه، كالصبر وكاليقين وكالإيمان وكالصدق وكالإخلاص وطلب الشهادة، كل هذه القوة بلا نزاع بتغير في موازين المعركة. القوة المادية من سلاح، من تدريب، من علم، من استخدام آلة، من تطوير آلة، من تنويع آلة، من رسم خطة، من تغيير خطة، ودي من الأمور الحقيقة اللي أبدع فيها المسلمون الأوائل. لما فتح الله لهم باب الإعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم، كل ما يرهب العدو من قوة أمر المسلمون بالأخذ بها. هنا قال ما استطعتم، قال يعني وأعد لهم استطعتم من قوة. من باتفاق علماء الأصول تفيد العموم، يعني أي قوة تمكنكم من عدوكم يلزمكم الأخذ بها وجوبا، لا اختيار لكم فيها. أي قوة بوسعنا أن نأخذ بها ثم نفرط، عد هذا تقصير منه.
إذن كلمة من قوة لم يحدد نوع القوة، لأن القوة متغيرة من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل. صحيح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، الحديث صحيح. نعم. ليبين أن أعظم ما في القوة الرمي، من الرمي. هل قال الرمي بالسيف؟ أبدا. أطلق الرمي، الرمي بالصاروخ رمي، والرمي بالمدفع رمي، والرمي بالدبابة رمي، والرمي بالسهم رمي، والرمي بالسيف رمي. كل صور الرمي أمرنا نأخذ بها لأنها موضع القوة. كيف أصيب عدوي؟ كيف يعني أكسر شوكته؟ كيف أحمله على أن ألا يستمر في عداوتي؟ هذا من القوة التي أمرنا نأخذ بها. وهنا يصبح العلم من الواجبات على المسلمين بلا نزاع. بلا نزاع. الصحابة وصلوا لمرحلة جيدة جدا، يعني هقولي بس خالد بن وليد لما وصل لمرحلة أن يبرع في كيف يغير خطة الحرب ليجعل من الضعف قوة، تغيير الخطة نفسه نوع من إعداد القوة. نعم. وصل لمرحلة من الإتقان إلى الآن البشرية في حيرة منها. عبقرية خالد بن وليد بتدرس لغير المسلمين ويحرم منها أهل الإسلام. للآن إلى عصرنا هذا أي جيش لكي يغير خطة الحرب يحتاج شهور. خالد بن وليد كان بوسعه أن يغير خطة الحرب 30 مرة، والحرب دائرة لا يختل ميزان الجيش في يده. ودي عبقرية غير عادية، وهذه من القوة. هذا الإعداد كله مطلوب. الصحابة أعدوا والنبي أعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في أحد وفي غيرها أعد إعداد دقيق جدا 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 يحتاج لتفصيل. ما ترك جانب أو باب من أبواب فيه قوة للمسلمين إلا وأخذ به. حتى الكلمة، النبي قبل أن تبدأ أحد قام يعظ الناس، يعظهم يذكرهم بمعاني. خطبته ثابتة معروفة. نعم. حين حدث الصحابة على أمور أولها طلب الشهادة والصدق فيه ليشحذ إيمانيتهم. نعم. ثانيا حدثهم عن الأخذ بكل أسباب القوة في النصر، حدثهم عن الإقدام وعدم التخلف، حدثهم عن التآلف وترك التنازع، قضايا في منتهى الخطورة. والنبي والحرب دائرة والجيش أمامه ويقوم يخطب ليذكر بهذه المعاني في أحلك اللحظات. كل هذا من الإعداد، كل هذا من القوة. الأخذ بالقوة مفتوح لكي يتحقق للمسلم. في هذه الخطبة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فكرة التوازن بين الجزء المعنوي المتعلق بالأفراد والجزء المادي المتعلق بالقوة والجزء المتعلق بلحمة المسلمين، يعني وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الخطوات الأساسية بلا في تجسيد الجسد المسلم الواحد. إزاي يتآلف الجسد المسلم؟ إزاي يكون كتلة واحدة؟ إزاي يكون قوة واحدة؟ إزاي تصرف عنه وسوس الشيطان بل آثار عدوان أهل العدوان؟ طيب مولانا، في إن تنصر الله ينصركم قد يعني يذهب إلى ذهن البعض أن فكرة نصرة الله عز وجل في إقامة شرعه وفي التمسك بدينه وفي اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هو نصرة الله عز وجل. بلا نزاع أن الطاعة هي النصرة، الطاعة لله ورسوله هي النصرة. ورغم هذا تعجب لما ترجع للسياق في القرآن، تعجب رب العالمين في سورة آل عمران ذكر غزوتي بدر وأحد في موضع واحد، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، واستمرت الآية تحدث عن بدر إلى أن قال ليس لك من الأمر شيء. من بداية هذه الآية حدثنا عن أحد، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. جاءت في موقف في أحد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قادة المشركين الذين أصابوا من المسلمين ما أصابوا، فنهاه رب بهذا النص ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس أمرك، والذي يدير المعركة هو رب العباد. أنا تعجبت تعجب شديد جدا بعد هذه الآية مباشرة يصف لنا مشهد بعيد عن بدر وأحد في 4-5 آيات، ثم يرجع مرة أخرى يكمل قصة أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة. ما علاقة الربا بالحديث أو بدر وأحد؟
يا أيها الذين آمنوا، بعد هذه الآية ليس لك من أمر شيء أن تتوب عليهم وعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم تعود مرة أخرى الآيات تحدثنا عن أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. تتبعت الأمر زهلت لماذا جاءت هذه الآيات في هذا الوسط بل في سياق أحد نفسه؟ لها ارتباط شديد بنا. طيب قبل أن نتحدث عن هذه الآيات نأخذ هذا الاتصال سريعا. معنا الأستاذ عبد العزيز من السعودية، تفضل الأستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك إن شاء الله. الله يحفظك، تفضل. أولا فالإسلام عزيز إن شاء الله، والعسر يغلبه يسرين إن شاء الله. ثانيا ليش نخوض في غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانين الصحابة؟ بعد انتهاء المعركة لم يتطرق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الهفوة من الصحابة واختلاف الأمر على عدم النزول. فنجي نحن في القرن الرابع عشر 1437 نناقشها بسطحية، وكأن الرسول لم يكن في الغزوة، وكأن الرسول لم يكن في قائد الغزوة، ونضع الملاحظات ونضع الهفوات، كأننا ننقص من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بشخص لا يرقى إلى كونه أخذ دبلوم معهد علمي أو حفظ القرآن الكريم، ونقول فسر لنا هذه الغزوة والرسول صلى الله عليه وسلم موجود وقائد لها ولم يعقب ولم يخرج علينا بأي كلمة على هذه الغزوة. يعني بعد أنت رأيك يا عبد العزيز أنه ينبغي ألا نتحدث عن غزوة أحد والمستفاد من الدروس التي حدثت في غزوة أحد ونترك الأمر، أم أن نشهد العبر من هذه الغزوة كما ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانين، فنأتي بشخص حفظ القرآن أو معهد علمي لا يتعدى علمه الإعدادية. لا أشكرك أستاذ عزيز، يعني هذا الأمر يعني لكل ضيوفنا الاحترام، وربما أنت لا تعلم يعني، ولكل العلماء الذين تحدثوا عن غزوة أحد الاحترام، لم يتحدث عن غزوة أحد إلا علماء الثقات، أو ما نرجع إليه لابد أن يكون من علماء الثقات، وضيوفنا الكرام من العلماء الثقات، فنرجو أن تتابع وأن تسمع بقلبك وليس بأذنك حتى تفهم هذا الأمر بشكل جيد. طيب عودة إلى الآيات مرة أخرى. سياقات القرآن الذي يتحدث عن الغزوة الذي نتحدث عنه الآن هو القرآن. الذي يتحدث عن غزوة رب العباد لسنا نحن، نحن نأتي على كلام الله لنأخذ منه المعاني التي أثبتها الرب في كتابه. الذي يتحدث عن الغزوة ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن الذي يتحدث عنها ربه، وإن لم يكن هذا الحق لله مكفول فلمن؟ من يحدثنا عن غزوة بدر ويستخرج لنا منها الدروس؟ ولذلك أنا تعمدت أن أجعل حديثي عليها من خلال نظم القرآن وليس من كلام أهل السير. طيب لكن هو أستاذ عبد العزيز لفت نظرنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم مر الأمر في أحد ولم يتحدث فيه إلى الصحابة ولم يتحدث إلى هذه الهفوة كما وصفها عبد العزيز؟ لا بل بالعكس، النبي القرآن نزل. أيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مع الوحي؟ هو دوره بين الوحي. وإذا نزل الوحي يحدث الصحابة، ألا يأخذ الصحابة دروسهم من ربهم؟ إن لم يأخذوه من خالقهم فمن؟ إن لم يكن التوجيه من الرب للأمة المسلمة فمن؟ القرآن جاء يوجه. الآيات التي نزلت في سورة آل عمران والتي نزلت في النساء وفي غيرها جاءت لتوجه الصحابة، بل ولتوجه الأمة، بل وليستخرج لنا الرب الدروس العملية الحقيقية، وهو الذي تولى الرد لسنا نحن. نحن دورنا نبين كلام الرب في حقه،
لنبينه للأمة حتى تتعلم دينها وحي ربها، وإلا فما نزل الكتاب لنهمله ولنعطله، وما نزلت هذه الآيات لنجعلها وراء نظريا تحت دعوة كيف نتحدث عن غزوة كان فيها رسول الله حاضرا صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عنها رب العباد لسنا نحن. طيب بالعودة إلى الآيات، حضرتك قلت أن آيات الربا تواسطت. أيوة، آيات رب العباد بيّن أن الأمم التي قامت على الكفر عرف فيها العدوان على الأموال وأخذ المال بالحق والباطل وبالربا وبغيره. الربا أفجع الصور، صور سلب الأموال من العباد وسرقة الأموال بالحيل. الأمم التي كفرت هذا سبيلها، أكلوا الربا أضعف مضاعفة، لم يعرفوا لله طريق ولم يخافوا من الله عقاب، ولذا قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهذا سمت أهل الباطل في كل العصور، في كل عصر مصر. إذا انتصروا سرقوا الأموال، اغتصبوا الأموال، اعتدوا على العباد، لم يفكروا في رب العباد لحظة، لم يفكروا في لقائه ولا في عقابه. وفي المقابل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، فجعل السبيل الرئيسي للنصر طاعة الله وطاعة رسوله، ثم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا فتح باب عجيب جدا، إن هل كل من ينتصر لابد أن يكون على مستوى الصحابة؟ قد يخطر بالنا هذا السؤال. صحيح. أبداً أبداً أبداً، ده رب العباد فتح الباب على مصراعيه، لكل من عرف ربه وأنه عبده رغم كل أخطائه التي أخطأها بل وارتكابه أفظع الفواحش. ولذا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكظيم للغيظ وعافي الناس والله يحب المحسنين. فوصف أسمى الأمة بهذا الوصف وأنهم محسنين. نعم. ثم ألحق بهم فريق آخر قال والذين إذا فعلوا فاحشة. ما هي الفاحشة؟ أفظع المحرمات، الزنا. الزنا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فألحقهم في الجزاء مع أهل القمة، مع المحسنين، مع المحسنين. نعم. فعد من ارتبط بربه وارتبط برسالته وتلقى الوحي منه وبنى حياته على وحي ربه حتى ولو ارتكب الفواحش كلها عده من أهل الإحسان ورتب عليه جزاء المحسنين في الدنيا وفي الآخرة من نصر ومن غيره. وهنا نجد اللفتة العجيبة في أن الله ذكر هذا النص أو هذين الموقفين بين آيات أحد ليعلمنا هذا الدرس العملي، أن باب الله مفتوح وباب التوبة مفتوح حتى ولو أخطأ المسلم، وشتان بين من رفض حكم الله ولفظه وهرب منه وبين من قام على أمر الله وأخطأ فيه. الذي قام على أمر الله وأخطأ فيه أيا كان خطأه فهو محل عفو الله ما دام معتصما بحبل الله عز وجل. وجعل الفريقين أهلا للإحسان وأهلا للنصر وأهلا للسمو وأهلا للتمكين. إذن دلت هذه الآيات ودل هذا السياق العجيب على أن الباب مفتوح لأجيالنا ولعصرنا. الإنسان كلنا نشكو معاصي الناس معاصي الناس معاصي الناس، من قال إن المعصية وحدها سبب الهزيمة؟ أبدا أبدا، قد يكون لله تقدير في الهزيمة من غير معصية، لتمحيص المؤمنين، لتقوية المؤمنين، لتوقية شوكة المؤمنين، لغربلة المؤمنين، لخطأ بسيط وقع من المؤمنين، ممكن يكون خطأ بسيط جدا زي ما قال يوم في غزوة حنين كلمة قيلت مش معصية، كلمة قيلت لأنه زمن اليوم عن قلة، كلمة عوقب بها الجيش كله وفيهم رسول الله وفيهم صفة الصحابة. لا نسمي هذا عقاب، ولكنه درس من الله لهم عملي ارتقى بهم إلى مرتبة لم يكون يبلغوها إلا بهذا الدرس. طيب. نأخذ صل سريع أبو عبد الرحمن من مصر، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بس حقي لازم يقال يعني عشان الاخ عبد العزيز من السعوديه ما يعرفش الشيخ نشأت، احنا من مصر بنعرف قيمه الشيخ. الشيخ نشأت طبعا راجل مش هيدافع عن نفسه، انما هو عالم جليل وفاضل وله صوانات وجوالات، ويكفي انه مناضل في كلمه الحق وممن ابتلي في سبيل الله عز وجل. وطبعا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ما كانش معاهم جامعات ازهر ولا اي جامعه من الجامعات الاسلاميه، وليس الدين من بالاكاديميات فاهم، ولكنه محبب الى قلوب المصريين جدا جدا. لو نزل هذا الرجل لمصر حتى لان شخص الامر اخونا عبد الرحمن هو الشيخ نشأت حصل على الدكتوراه، فيعني الامر ليس له علاقه بال لا بس حق يرد لاخ الاصل في الامر الحكمه ضاله المؤمن. ما دام الشيخ بيقول قال الله وقال الرسول فوق دماغنا، الحكمة ضلت المؤمن. احنا ناخد الشيخ لم ياخد شيء خطأ. وبعدين واحد مش عايزنا نتكلم في يعني حتى نقفل بقى السيرة وكتب السيرة ونركنها على جنب وما نتعلمش، ومن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليه؟ عشان ناخد الدروس والعبر من الغزوات. وما شاء الله الشيخ لم يقل أي شيء غير بالقرآن، حتى لم يتعرض للأحاديث بيقول قال الله عز وجل وعتاب الله عز وجل على المؤمنين في اكثر من كده. فطبعا الامر احنا مش هنتكلم في وجود الشيخ، ولكن الاخ الفاضل لا يعلم قيمه الشيخ نشأت، له صولات وجولات في مصر. ولو الشيخ نشأت كان بيبقى ليه درس في مصر بيتجمع له لا ابالغ بعشرات الالاف اللي ما كناش بنلاقي اماكن نحضر ليه. فبس احقاقا للحق وطبعا رد الاعتبار فضيله الشيخ. شكرا لك جزاكم الله خير. شكرا لك ابو عبد الرحمن من مصر، شكرا جزيلا لك. يعني ربما يكون يعني الامر نبعده عن الشخصنه، وربما ان اخونا عبد العزيز يعني خرجنا من مما قاله بامر هام، ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الامر، وان القران تحدث عن الامر لحكمه يعلمها الله عز وجل، وهي ان نعلم اسباب النصر. فضيله الدكتور او فضيله الشيخ، الكلمه الهامه فكرة أن ربط الهزيمة بالمعصية. كثير من الناس يتحدثون عندما يصلي المسلمون الفجر كما يصلون الجمعة سيأتي النصر، الهزيمة سببها هو المعاصي التي يرتكبها، أصلح نفسك أولا سينتصر الإسلام. حضرتك تقول أن هذا ليس شرطا في حد ذاته، وإن كان أمرا هاما، وإن كان أمرا هاما لكن ليس شرطا في النصر. وإلا فمن قال بل نرجع القرآن. نعم، سياق القرآن نفسه، رب العباد بعد أن استمر في الحديث عن غزوة أحد إلى آخر موقف إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن الرسول قد خلق الرسل، ثم أعطى درسا عمليا بالأمم السابقة. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فبين سنته في كل الأمم التي سبقت. كل الأمم إيه اللي حدث معها؟ هل كلها بلغت قمة السمو الإيماني حتى أتيها النصر؟ أبدا. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يبقى دي أسباب النصر الحقيقية، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب المحسنين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني لهم ذنوب بس، ألا وإسرافنا في أمرنا، ذنوب أسرفوا فيها، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومع هذه الذنوب ومع هذا الإسراف آتاهم الله النصر. سياقة القرآن، القرآن ما ترك شيء. جهلنا بالقرآن كارثة، الكارثة في جهلنا بالوحي. والأصل في الدين الوحي، الأصل في الدين أنه يؤخذ من نص القرآن، والسنة جاءت بيان بلا نزاع للقرآن ولا يستغنى عنها لأن هي الوحي الثاني. نعم. هنا أستاذ الاتصال، أستاذ إبراهيم من السودان، فضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل فندم. شيخ فقط أنا طالب بسيط، لكن أقرأ في القرآن دائما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأهل أحد، يعني المسألة التي استمر استغفر لهم حتى مماته، أريد شيخ أن يعقب على هذا الكلام. الاستغفار لأهله. يعني أهلي أحد، يعني لأنه هذه المسألة تستمر يستغفر لهم حتى آخر أيام من حياته ويستغفر لأهلي أحد. نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم. معنا اتصال آخر، أستاذ نور الدين من الجزائر، تفضل أستاذ نور الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. التحية واجبة للدكتور نشأت، وعندي سؤال. تفضل.
يصعب فهمه. كان حديث نبوي قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين. تسمعني أخي؟ سمعينك أستاذ نور تفضل. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لا ينصر بالرجل الصالح والرجل الفاجر. نعم. وحنا أنا كاين الناس عندهم إشكالية في فهم الرجل الصالح. الرجل الفاجر معروف كنقولوا كهذا السيسي الذي ابتلى به الشعب المصري وكبشار وك. وأما الرجل الصالح كاين أنا نظن كاين الرجل صالح لنفسه. نقولوا كاين واحد نقولوا كاين عالم أو زاهد. نعم. تراه صالح لنفسه. وأما الرجل أنا نظن ليقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل المصلح الذي يصلح المجتمع. نعم. وكم المجتمعات الإسلامية هي في حاجة لهذا النوع من الرجال. نعم. حتى يفطن هذه الشعوب المسلمة والعربية. عندنا احنا في الشعوب العربية أزمة تجهيز. نعم. وضحت فكرتك. شكرا لك أستاذ نور الدين مجد. شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا اليوم مع وأهم ما نتعلمه من أحداث غزوة أحد. فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل الحديث حول أهم الدروس والعبر التي تحتاجها الأمة في واقعنا الحالي من أحداث غزوة أحد والتي تحل ذكراها في السابع من شهر شوال الجاري. ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور نشأت أحمد الداعية الإسلامي المعروف. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كان هناك اتصالين. اتصال إبراهيم من السودان يقول يعني ربنا عز وجل طلب من الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأهل أحد، فلماذا يستغفر لهم وهم لم يخطئوا؟ ما قال أحد أنهم لم يخطئوا، والقرآن بيّن أنهم أخطأوا. نعم. وبيّن أن هذا خطأ وأنه لابد من علاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم عالج، لا أقول لم يعالج، عالج النبي يعالج هذا الخطأ. أولا القرآن صرح فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال فأثابكم غما بغم، أنتم أصبتم النبي بغم بسبب هذه المعصية فعوقبتم بغم مثله، فبين أن هذا خطأ وأنهم عوقبوا عليه رضي الله عنهم في حالها وفي ساعتها، حين أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ووصلوا لمراحل يعني كانت قاسية جدا 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 على نفوسهم، لأن حبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان غير طبيعي، حب فاق كل حب، ويكفي أنهم يعني كانوا يتترسوا أمامه بأجسادهم بل بكل ما أوتوا من قوة وضحوا بأرواحهم في سبيل حمايته صلى الله عليه وسلم. فوقوع هذا الأمر نفسه كان نوع من العقوبة، لكنه درس عملي لنا جميعا حتى نعلم أن مخالفة أمر القائد نفسه أمر غير جيد، فكيف إذا كان القائد رسول ورسول الله وإمام المرسلين، ثم نظن أن هذه المخالفة أمر هين أو سهل؟ الرب عظم هذا الخطأ ووضع له العلاج ودعاهم للتوبة فيه، وتابوا بالفعل والتزموا، والنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر لأن أثره كان شديد. نعم. قتل 70 من الصحابة وجرح من جرح، أمر كان قاتل. الأشد ليس هذا فقط، ما أصاب أهلهم أهل المدينة من نساء وأطفال أيتام وأرامل ومن ترملت ومن تاتم وغيرهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ذهب إلى حمر الأسد مكث هناك فترة لم يرجع، والأحزان تدمر أهل المدينة. لو عاد في هذا الموقف لفت هذا في عدد الصحابة المقاتلين، لكن النبي آثر أن يجعل لهم معسكر إيماني كامل لمدة 3 أيام في حمراء الأسد، يقيموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به، ولا يذكر هذا الأمر حتى ينسى أثر ما أصابهم من غم منه. يعني الأمر كان ليس متعلق فقط بفكرة أن المشركين أبداً يهابوا هذا الأمر أبداً. تربية نبوية ودروس لنا نحن نتعلم كيف نعالج الجانب النفسي عند المقاتلين، لأن عليه المعول الرئيس. القتال مش آلة،
القتال من يقوم على الآلة. نعم. النصر والتمكين بمن يقوم على الآلة لا بالآلة بنفسها، وإلا فالآلات وحدها لا تقاتل. فكانت هذه دروس عملية حية النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للأمة إزاي يعالج هذا الجانب النفسي. في الصحابة ما عادوا المدينة إلا بعد أن هدأت نفوسهم هم ونفوس أهل المدينة، حتى لا يكن لواقع هذه الغزوة وآثارها وقع يتجاوز حده على نفوس الصحابة. وهذه من التربية النبوية العالية جدا، بل تؤخذ كدروس عملية حية في قواعد التربية وأصولها. طيب، نور الدين من الجزائر تحدث عن إن الله ينصر هذا الدين بصالح وجهه. هذه جاءت في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك موقف لما خرج جيش المسلمين لمواجهة جيش المشركين، لحظة رؤيتهم لجيش الكفار ورأوهم 3000 وعدد المسلمين في هذا الوقت 1000، جعل المنافقين يرتابوا وعلى رأسهم عبد الله بن سلول، فانسحبوا جميعا. كان عددهم كم؟ 300، ثلث الجيش. لما انسحبوا وصرفهم الرب وأظهر ما كان يخفونه من نفاق لم يكن يظهر قبل أحد، ما كشف نفاق هؤلاء إلا في أحد. نعم. وذلك الصحابة اختلوا فيهم، هل نقتلهم أو نتركهم؟ وجاءت الآيات، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بكسبوا. ليس هذا وقت خلاف، وقت معركة. طب نأخذ هذا الاتصال سريعا. أستاذة سوزان من مصر، تفضلي أستاذة سوزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم، سامعين حضرتك معاك، تفضلي. والله يعني أنا بقول للشيخ صبحك الله وبرايحنا الجنة. يا رب إن شاء الله. فيكم وياك. يا ريت تسمعينا من الهاتف ويعني وتوطي صوت التلفزيون. حاضر. والله كنت عاوزة أسأل الشيخ بالنسبة للأحداث اللي بتحصل في مصر والمسلمين، وطبعا الأحداث اللي حصل في سوريا، فعاوزة يعني أستفسر أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالأحداث دي والنصرة بعدها مباشرة يعني، ولا لسه هنعاني أكتر؟ وأنا بقول للشيخ إحنا يعني حضرتك قمة على القطنة والله، يعني يحبك أهل الأرض وأهل السماء. والله إحنا من 25 سنة وإحنا بنتابع الشيخ، كنا هنا في مسجد الرحمة المهداة، هو أكيد عارفه. فيعني مش عارفة أقول إيه والله، إن أنا يعني مبسوطة جدا إن أنا شفته مباشر كده النهاردة، وجزا الله كل خير على ما أعطى من دروس وعلم والله لتلامذته يعني كل اللي بيتابعوه، جزا الله كل خير عنه والله. هو كان سبب في التزام شبابنا وأولادنا، ويعني إذا كان من زمان وإذا كان حاليا دلوقتي أنا مربية أولادي عليهم، فربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب يا رب، يتقبله في الصالحين، وجزاكم الله كل خير. شكرا لك يا استاذ سوزان من مصر، شكرا جزيلا لك. سنتحدث عن مقالته استاذ سوزان بشيء من التفصيل، لكن نكمل النقطه اللي حضرتك كنت بتتحدث فيها. فالشاهد ان هذا الموقف العصيب وانسحب المنافقون، وجاء في هذه اللحظه كتيبه كامله من اليهود، والنبي سمع لهم جلبة. قال ما هذه الجلبة؟ قالوا هؤلاء اليهود موالي سعد بن معاذ، وقيل موالي عبد الله بن سلول، موالي سعد بن معاذ راجع. فقال أأسلموا؟ قالوا لا. قال ردوهم فأنا لا أستعين بمشرك. في وقت المسلمين في أمس الحاجة لمن ينصرهم، لمن ينصر بالفعل يعني. لمن ينصرهم؟ لا. هذه واحدة. الثانية، رد الجيش كله، هذه الكتيبة من اليهود، إلا رجلين، واحد يسمى مخيريق واحد يسمى قزمان. مخيريق وقف اليهود الذين رجعوا وقال ويحكم، أما تستحيوا من ربكم؟ أليس بينكم بين محمد عهد أن تدفعوا عنه أن اعتدي عليه؟ ماذا تقولون لربكم غدا؟ قالوا أحد خرج المدينة ونحن عهدنا معه داخل المدينة. المدينة قال كذبتم فوالله إنكم لتعلمون أن أحد من المدينة، ووالله لأقاتلن معه وحدي وإن مت، فكل ما أخلف من ميراث أوصيكم بأن يكون لمحمد مصاحب.
وقد كان قتل مخيريق وجاءوا للنبي بكل ثروته. قال ما هذا؟ أخبروا الخبر. قال مخيريق وخير يهود. ده واحد. الثاني قزمان. قزمان كان مقاتل شرس، انضم الجيش المسلمين وظل يقاتل، بل قتل اثنين من حملة اللواء المشركين، وكان مقاتل مستبسل. في نهاية المعركة وجدوه بين الجرحى مصاب، فالصحابة بشروه قال يا مخيري يا قزمان أبشر، فإن قتالك دفاعا عن الله وعن رسوله في ميزانك يوم القيامة. قال أنا ما دافعت عن محمد وصحبه، أنا دافعت عن العرض والأرض، عن العرض والأرض. يعني مسألة مش مسألة الدين، حمية بحتة، حمية لحماية المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. جاءت في حقه، قد يقيض الله للإسلام من ينصره ممن لا يبتغي نصرته. هذه مردها لله عز وجل وهذا ترتيبه. طيب أستاذ نور قال أن هل هو الرجل الصالح أم تحتاج الأمة إلى الرجل المصلح الذي يصلح غيره؟ بلا نزاع، بلا نزاع، الصلاح لوحده لا يكفي، لا بد من إصلاح، لأن هذا نص قرآني. نعم. قال تعالى في نص وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون. المصلح من كان صالحا في نفسه ساعا في إصلاح غيره. بل بيّن القرآن الكريم أن هذه النوعية من البشر المصلحون هم صمام الأمان للأمم أصلا، لعدم إهلاكها وعدم هزيمتها وعدم تدميرها، والقرآن مليء بهذا. قد يرفع العذاب عن أمة بكاملها بمصلح واحد، الصالح وحده لا يكفي في رفع العذاب عنه. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله أرسل جبريل ليهلك أمة من الأمم، فعاد فقال يا رب إن فيهم فلانا صالحا، قال به فابدأ العذاب، لأنه رأى المنكر لم يتغير له. فالصالح قد يهلك مع الهالكين لأنه لم يغير، والمصلح لا يهلك معه المفسدين، المفسدين لأنه أهل الإصلاح. بل قصة ياسين، أصحاب ياسين قرية بكاملها قتلت ثلاثة من رسل الله عز وجل، ولم يعجل الله لها بالعقوبة لوجود مصلح واحد فيها. قال عنه تعالى وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى. نعم. لما قتلوه أبيدت الأمة بما فيها، فأبقى الله على أمة كافرة مفسدة في الأرض لوجود مصلح فيها، على أمل أن يكون هذا المصلح سببا في تغييره. طيب نتعرف الآن فضيلة الشيخ على مجموعة من تعليقات متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نعود هذا النقاش. We'll be right back.
كانت هذه آراء المعلقين دندنوا حول فكرة طاعة القائد وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن المعصية قد تحل على المسلمين وإن كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يتبقى إلا دقيقة أو أكثر أو أقل، وسؤال الأستاذ سوزان من مصر، ما يحدث في مصر وسوريا من مما يحدث والجميع يعلمه، هل بعد هذا الأمر نصر؟ بلا نزاع، رب العباد ذكر دروس لأحد في غزوة سورة العمران، وذكر دروس أخرى في سورة النساء، حين وصف أفعال المنافقين وتآمرهم وغيره ختمها بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. هذا وعد، هذا وعد. هل الأمر يتعلق بالآخرة أم بالآخرة والدنيا؟ يقين في الآخرة والدنيا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. العبرة بالنهاية، وإذا كنا نتألم لما أصاب أهل الإيمان من عدوان ومن طرد ومن تشريد ومن غيره، فاعلم أن ما أصاب أهل العدوان علينا أشد مما أصابنا، هم أشد خوفا منا، أشد رعبا منا، أشد زعرا منا. ورب العباد يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن هناك فارق، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو النصر ونرجو التمكين ونرجو التثبيت ونرجو إقامة الدين ونرجو نصرة الدين، لأن الهدف لنا نصرة الدين عز وجل. وغير استهدف الدنيا وحدها ولا هدف له غيرها، ولا هدف له غيرها، يود السلطة، يود الجاه، يود السلطان، يود القتل، يود وفي سبيلها يتحول الإنسان إذا استهدف دنيا لأسوأ وحش على وجه الأرض، يفعل كل الأفاعيل المنكرة. رحم الله شيخنا الشيخ حسن أيوب كانت له هذه العبارة، يقول دائما الإنسان أسوأ وحش على وجه الأرض إذا فقد دينه. ما رأينا ذئب دمر أمة من ذئب، ذئب ضاري. ما رأينا حية تحمل سم ناقع دمرت أم الحياة، لكن رأينا بشر من أجل شهوة الكرسي أو المنصب أو الجاه مستعد يود أمة بأكملها ويدمر مستقبلها وحياتها وأبنائها وجيلها، ويضحي بشعب كامل من أجل نفسه. بل أنا شخصيا تتبعت هذا في القرآن فوجدته مشهده يوم القيامة، إذا وقف بين يدي الله وعلم بخطورة ما سيصيبه مستعد يضحي بالبشرية كاملة في سبيل نفسه. قال تعالى يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. مستعد يضحي بالبشرية كاملة من أجل نفسه. سماه ربنا المجرم وكفاه هذا الوصف. سيدنا موسى لما دعا على فرعون دعا عليه بهذا الوصف ولم يدع عليه بمسمى بعينه، ما قالش يا رب أهلك فرعون. قال تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فعد وصفهم بالإجرام قمة الدعاء، إن هؤلاء قوم مجرمون. يكفي أن يكون هذا وصفهم أنهم مجرمون معتدون، انتهكوا كل حرمات الله، أراقوا الدماء، سلبوا الأموال، انتهكوا الأعراض، فعلوا كل ما حرم رب العباد، فماذا ينتظرون منه؟ نصر وتمكين. وإن أمهلهم الله عز وجل فرب العباد وعد بإمهال كل من بغى في الأرض وطغى. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم. بلا نزاع وعيد الله قائم في حق من اعتدى، ووعد الله قائم في حق من نصر دينه. نحن على يقين بهذا كيقيننا بوجودنا أمامكم الآن. فنصر الله إن شاء الله آتي آتي، ودين الله منصور منصور، والغرب والشرق يعلم هذا، ولكن هدفهم تعطيل النصر أو تأخيره. وإذا أذن الله جاء رغم أنوف الجميع، بل كما صرح القرآن فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، وجاءت هذه الآية مرتين بهذه الصيغة، ومرة ثالثة مختلفة، جاءت في سورة التوبة وجاءت في سورة الصف. في سورة التوبة في سياق الحديث عن المنافقين ومشرك الداخل، فولو كره المشركون في الداخل وأعداء الداخل للدين عز وجل سينتصر الدين، ولو كره المشركون في الخارج جاءت في سورة الصف. فرغم أعداء الداخل وأعداء الخارج أقول بملء في نصر الله آتي ودين الله سيظهر. ثم ختم الله في سورة الفتح بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لن يدير المعارك هذه
إلا الرب سبحانه وتعالى، ولن تدر إلا بترتيبه وتقديره. وإن أخر النصر عن جيل أو فترة عن أهل الإيمان فلا يعني هذا منعه ولا حجبه أبدا أبدا أبدا. ولولا ضيق الوقت لشرحنا فآت أحد كلها عبر، وهذه من أخطر العبر التي جاءت فيها، كيف يتحول من هزم في لحظة لقوة هي سبيل النصر. الصحابة هزموا في الجولة الثانية، انتصروا في الثالثة على وقتها وفي حينها. الكسرة ما كسرتهم ولا منعتهم من الدعوة لله عز وجل، ولا منعتهم من نصرة الدين، ولا منعتهم من محاربة المفسدين أصحاب الربا وأصحاب الزنا وأصحاب الخنا. نشكرك شيخنا وأستاذنا، شكرا جزيلا على وجودك معنا، ونستفيد بوجود حضرتك بأن تدعو لنا وللمسلمين جميعا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان الناس. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم قوي شوكة عبادك المسلمين، اللهم لا تمكن منا كافرا ولا ظالما، اللهم لا تجعل لمجرم علينا سلطان، اللهم احقن دماءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسر المعتقلين منا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم إن زمان الظلم قد طال بعبادك، اللهم ارفع الظلم عن أوليائك. اللهم اكشف العذاب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا واليمن وبورما وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم أذهب عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم أظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم أظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم إن الدين دينك وإن العباد عبادك. اللهم انتصر لدينك ولأهل دينك. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا ينتهي لقاؤنا اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور شيخنا الفاضل الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا وجمعة مباركة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.